افتتح يوم الشبيب العالمي بدعوة لقداس احتفالي من رئيس أساقفة تورونتو الكاردينال ألوسيوس أمبروز، وتحدثنا معهم حول هاللقاء العالمي. العالم كله تقريبا اللي حوالينا كله مسيحيين، ولو اختلفت الأسماء ولو اختلفت اللغات ولو اختلفت الوجوه، بيجمعنا شيء واحد هو. وبالمرحلة الأخيرة من احتفالات يوم الشبيب العالمي بسهرة نهر احنا لهم سماء، لو أطحنا صوت الذي هو الحياة والنجاة، وإذا تناولوا إذا ضاعت قلوبهم وفيها فاض الرجاء. الملح للأرض والحب في العالم يشفيني. بكلمته شدد البابا مجددا على دور الشبيبة بالسلام، وقال إنه القرن العشرين ابتدى بحدثين متناقضين. الأول هو العدد اللي زاد عن 2 مليون شخص بروما بمناسبة اليوبيل الكبير للمرور من خلال البوابة المقدسة، والثاني أحداث 11 أيلول بنيويورك. فدعا الشباب إلى تشييع الحدث الأول والسعي إلى القداسة، وقال كونوا للعالم نموذجاً للمحبة وصيروا للأرض إنعكاساً لنوره. أنت لهذا تتارب تيرورست أتاك on New York an image that is a sort of icon of a world in which hostility and hatred seem to prevail. You are invited tomorrow morning. Well.